سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. أحداث غامضة تحتاج إلى تفسير. في يوليو من عام 1518 قامت سيدة فرنسية تدعى فراو تروفري بعمل وقفة احتجاجية في شارع صغير بمدينة ستراسبورغ في فرنسا. استغرقت من 4 إلى 6 أيام مستخدمة الرقص كوسيلة للتعبير عن مطالبها، وفي نهاية الأسبوع الأول وصل عدد المنضمين إليها إلى 34 شخصا، ثم بدأ الحشد يتزايد حتى وصل في نهاية الشهر إلى أكثر من 400 شخص يرقصون ويقفزون بهستيريا. ثم بدأ الكثير من هذا الحشد في الاستسلام للتعب الذي أصابهم، إما بسبب نوبات قلبية أو جفاف أو إرهاق جسدي من شدة الرقص. وأكد أحد التقارير الخاصة بالحدث أن حوالي 15 شخصا من هذا الحشد الراقص قد سقطوا في يوم واحد ضحية لمرض عرف فيما بعد بالطاعون الراقص. وقد أكد بعض الأطباء الذين ذهبوا لزيارة الأشخاص المصابين بهذا المرض الغريب أنهم لم ينجحوا في تحديد سبب مؤكد ونهائي لهذا المرض، حيث قاموا باستبعاد الأسباب الخارقة للطبيعة وافترضوا أنه مرض طبيعي ناتج عن سخونة الدم. حتى وإن لم يفهم بشكل دقيق ماذا يقصدون، إلا أن بعض الباحثين قد أرجعوا سبب هذا المرض إلى تناول فطر نفاث ينمو في القمح ويحتوي على سموم الإفلاتوكسين، والتي تعتبر مكونا كيميائيا يمكنه أن يحدث اضطرابا عقليا عند تناوله. مخلوقة شاطئ بولونيا. تظهر في هذا الفيديو مخلوقة غريبة استخرجت من بحيرة ووضعت على نقالة وحملت بعيدا بواسطة بعض الأشخاص الغامضين الذين يعتقد أنهم من العاملين بمجال الكيمياء الحيوية. يرتدون غالبا زي المسعفين الذين يظهرون وهم يرتدون بدلات بيضاء، حيث يعملون عادة في أماكن معرضة لتلوث بيولوجي. على سبيل المثال مع ضحايا فيروس معدي بشكل قوي كفيروس الإيبولا. الفيلم الذي استغرق 2 دقيقة يبدأ برجال في زي أبيض يحيطون بجسد غامض على شاطئ نهر، ثم بدأ الرجال يرفعون الشكل ويضعون المخلوق على نقالة، ثم يذهبون إلى موقع غير معروف، ولم يسمع أحد شيئا يتعلق بهذا الحادث منذ أن أطلق الفيديو من مصادر مجهولة. يعتقد البعض أن الفيلم لم يتم ملاحظته من قبل أحد حتى الآن، ويعتقد آخرون أنه من الممكن أن يكون هذا الفيلم مجرد حدث إعلاني لشيء ما. لا ندري، ماذا تعتقدون أنتم؟ بيتر بيرجمان. في الفترة من 12 إلى 16 من يونيو 2009 زار رجل عجوز غامض ذو لهجة ألمانية قوية ساحل مدينة سليجو بإيرلندا، حيث قضى آخر أيامه، ومن ثم قام بتسجيل نفسه في فندق بسليجو تحت اسم بيتر بيرجمان، وقام بدفع إقامته نقدا. في 16 من يونيو تم العثور على جسد هذا الرجل الغامض على الشاطئ في ظروف غامضة جدا، ومن ثم قام المحققون بمراجعة كل تسجيلات كاميرات المراقبة المتاحة في محاولة منهم لفهم ما حدث. وقد لاحظوا أن بيرجمان عندما كان يغادر الفندق كل صباح وكان يحمل معه كيسا من البلاستيك ويعود متأخرا، وعلى ما يبدو بدون ذلك الكيس، ولذلك اعتقدوا أنه حرص على التخلص من ممتلكاته الشخصية تدريجيا، ولم يتم العثور على أي دليل. وفي اليوم الثاني من إقامته قام الرجل بزيارة المكتب البريدي المحلي، حيث اشترى 8 طوابع بريدية وملصقات تابعة للبريد الجوي، والذي بدوره يعني أنه أرسل أكثر من خطاب، ومن المحتمل جدا أن تكون مبعوثة لأصدقائه أو أقاربه، ولكن هذا مجرد تخمين. ويظهر من تسجيلات كاميرات المراقبة التي جمعت بالصدفة أن الرجل يدخل ويخرج من الفندق ويقوم أيضا بعمل جولات بالمدينة، وعلى الرغم من ذلك لا توجد أي تسجيلات للحظات التي تخلص فيها من محتوى حقيبته، حيث يعتقد المحققون أنه تجنب بدقة وعن قصد كاميرات المراقبة في تلك اللحظات الهامة، وكان يعمل على إخفاء تحركاته وتقليل إمكانية العثور على مدخراته. لا أحد يعلم لماذا ظهر هذا الرجل متعمدا بشكل دائم أن يخفي هويته الشخصية، ويبدو من الواضح جدا أن ذلك مهم جدا بالنسبة له.
بدأ الغموض الحقيقي أيضاً عندما اكتشف المحققون أن اسم بيتر بيرجمان في الواقع هو اسم مستعار، حيث أنه لا يوجد أثر لأي شخص بهذا الاسم في نفس مرحلته العمرية أو وصف الهيئة. في اليوم الأخير له في سيلجو، قام بمغادرة الفندق ومعه حقيبته البلاستيكية البنفسجية وحقيبتين أخريين لونهما أسود. قام بالمشي حتى محطة الأوتوبيس وتمت مشاهدته من قبل كاميرات المراقبة وهو يحمل فقط حقيبتين. عبر الفيديو يمكن مشاهدة الرجل وهو يدخل إلى الحانة، وأيضا يمكن الملاحظة من التسجيل أنه أخرج قطعة ورق وقام بتمزيقها، ثم أخذ أوتوبيسا إلى شاطئ روس. في اللحظة التي شاهده فيها العديد من الشهود وأوضحوا أنه كان يسير بالأعلى وبالأسفل على الشاطئ وبدت عليه تصرفات غريبة، كان هو ذلك الشاطئ الذي تم فيه العثور على جسده بطريقة غريبة جدا. قام ذلك الغامض بمسح كل ملصقات ملابسه ولم يمتلك نقودا في محفظته أو أي شيء يحدد هويته. تم تشريح جثته ومع ذلك لم يتم التعرف على أي سبب لشجار أو لغرق في الماء المالح. وقاموا أيضا بعمل فحص وتبين أن الرجل لديه سرطان في البروستات وتورم في العظام، ولكن رغم حالته المتدهورة أظهر تقرير السموم أنه لا وجود للمخدرات بما في ذلك مسكنات الآلام في جسده. لكن الشيء الذي يبين أنه من المحتمل أنه قد عانى من بعض الآلام النظرية المقبولة أن الرجل سافر إلى إيرلندا وقرر أن ينهي حياته هناك. وعلى الرغم من ذلك ظهرت الشرطة في تحقيقات إضافية على أنها عاجزة عن اكتشاف من يكون هذا الرجل وكيف مات والأسباب التي وراء أفعاله الغامضة. في 26 من عام 2016 قررت عائلة مكونة من 5 أفراد في أستراليا الذهاب بعيدا عن المنزل بدون إخبار أحد، معتقدين أن هناك من يلاحقهم. على الرغم من أن الأسباب الحقيقية لم تظهر بعد، فقد تم التكهن على اعتقادهم أنهم في خطر. ربما شخص ما كان يتتبع آثارهم يريد أن يجعلهم بالخارج ويسلبوا منهم ممتلكاتهم. هربوا جميعا من مزرعتهم وأخذوا معهم أبنائهم البالغين 3 الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما. غادروا مع شاحناتهم الرمادية عند محطة بوجوت ولم يحملوا معهم جوازات السفر وبطاقات الائتمان والهواتف المحمولة. وعندما اكتشفوا أن الابن ميتشيل جلب معه هاتفا خلويا خلال رحلتهم، قاموا برمي الهاتف بعيدا من النافذة، فقد كانوا على يقين أن ذلك الهاتف يستخدم كجهاز لتحديد الموقع. وفي الأيام 6 المقبلة تم العثور على كل فرد من العائلة واحدا تلو الآخر. كان ميتشيل أول من غادر المجموعة بعد أن سافر طوال الليل مع عائلته حتى 7 من الصباح التالي، وقد ترك السيارة لأنه لم يكن مقتنعا بنظريات الارتياب التي تبناها باقي أفراد المجموعة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قامت فتاتان من المجموعة أريانا وآلا بترك والديهما، وقاموا بسرقة سيارة واتجهوا إلى مدينة جولبول حيث أشاروا إلى أن والديهما قد اختفيا. قررت الأختان بعد ذلك أن ينفصلا. أرادت آلا أن تعود للمنزل وتعطي الطعام للخيول، في حين أن أريانا لم ترد فعل ذلك لأنها كانت خائفة جدا. وعندما عادت إلى منزل العائلة انضم إليها ميتشيل، وآنا بقيت بالخلف. تم العثور عليها من قبل الشرطة حيث أنهم وجدوها في حالة موحشة في الجزء الخلفي لسيارة مجهولة. لم يتم التعرف على ملكية السيارة وأين كانت موجودة. وفي اليوم التالي تم العثور على أم العائلة وهي تقود بدون هدف بمدينة ياس التي تبعد 300 كيلومتر من آخر موقع لها تم التعرف عليه. ليس واضحا كيف وصلت هناك وفي أي نقطة تركت زوجها جاكوب، حيث أنه تم العثور على السيدة في حالة من الهذيان والانفعال والارتباك. هي والابنة أريانا تم إخضاعهما إلى العلاج النفسي، بينما الفردين الآخرين من العائلة تم عمل لقاء تلفزيوني معهما. حاول الاثنان شرح ما حدث مع عائلتهم في بلدتهم وتحدثوا عن كيف أن الوالد اختفى في اليوم 6. وأخيرا تم العثور على ترامب قريبا من مطار جوانجارت بعد أن ركض 1500 كيلومتر في المجمل على ما يبدو،
وقد تم حمله إلى الشرطة المحلية. لم يبدو أنه كان يقدر اهتمام وسائل التواصل، وأظهر الإصبع الأوسط في وجه المصورين والصحفيين، ومع ذلك لم ينجح المحققون في إيجاد أي سبب يجعل العائلة تشعر باحتياج الهرب من المنزل غير تناول المخدرات أو ربما لغرض آخر. لم يجدوا حتى أي قصة سابقة لمرض عقلي في عائلتهم. النظريات الموضوعة لشرح هذا الحدث تتنقل من التجربة الكيميائية إلى تسمم الغاز أو ضغط نفسي في العائلة، حتى لا يتم الحديث عن تسمم في الماء أو حتى عن سردهم للأحداث المدروسة بعناية. وقد افترض البعض أن العائلة في الواقع ليست هي نفسها، وأنه قد تم استبدالهم بأجساد مستنسخة صناعيا. أحد الأطباء افترض أن العائلة مصابة بمرض بدور انتيابي عبارة عن اضطراب عصبي شبيه بالجنون، والذي قد يظهر في عائلة مترابطة. وينشأ هذا الاضطراب عندما يتشارك أفراد العائلة وهما متنام بجنون العظمة أو الخوف. ورغم أن ذلك هو مجرد تخمين، إلا أن السبب الحقيقي وراء تصرفاتهم واحتياجهم الشديد للهروب ما زال يحتاج إلى أن يتم اكتشافه. في 18 من سبتمبر عام 2015 تم تحميل فيديو مصارعة على موقع يوتيوب بين مايك تايسون وبيتر ميكينيلي، والذي كان في أغسطس من العام 1995. في هذا الفيديو تحديدا يظهر أحد المشجعين وهو يقوم بالتقاط صورة بهاتف يبدو أنه هاتف ذكي متقدم جدا عن حقبة التسعينيات التي تم تصوير الفيلم فيها. لا أدري إذا كان ذلك الشخص هو مسافر عبر الزمن أم لا، ولكن لا يوجد أحد يمكنه أن يشرح أي نوع كاميرا كانت، مع العلم أن هذا المقطع حقيقي وقد تم تصويره من القتال الذي دار بين تايسون وميكينيلي عام 1995، والذي يحتوي على لقطة لفرد من الجمهور يستخدم جهازا شبيها في مظهره لهاتف حديث فيه كاميرا تصوير. والجدير بالذكر أن الجهاز الأول لهاتف من هذا النوع لم يتم بيعه حتى عام 2005، أي أنه بعد 10 سنوات. هذا المشجع من الممكن أن يكون مولعا برياضة البوكس، ولذلك سافر عبر الزمن وجاء من المستقبل لمشاهدة لقاء مميز بنفسه. حتى ولو أن البعض افترض أن المادة التي يتم الحديث عنها هي مجرد كاميرا محمول غير عادية، الشكل المميز لمستطيل أبيض وزواياه مدورة يبدو وكأنه آيفون حديث. ماذا تعتقدون أنتم؟ كفن تورينو. لعدة قرون اعتقد المسيحيون أن كفن تورينو قد استخدم لتكفين المسيح يسوع، أو من الأفضل القول جسده الميت. يظهر على القماش بقع، والتي يبدو أنها تدل على أن ذلك الكفن تم استخدامه لتكفين رجل شبيه للغاية بشكل لا يصدق لهيئة المسيح. القماش طوله 5 أمتار وعرضه 1 متر تقريبا، وقد تم عمل دراسات علمية عديدة حيث تشير تلك الدراسات إلى أن القماش يعود على الأقل إلى عام 1390، وأنه تم القيام بتغيرات عديدة الآن عن العصور الوسطى. وعلى الرغم من أنه لا توجد نظريات كثيرة عن كيفية خلق الوجه على القماش، ومع ذلك لا توجد آثار تلوين أو رسم، ويعتقد البعض أن الصورة تكونت بصورة طبيعية عند تغميق ألياف القماش مع الوقت، بينما يعتقد آخرون أنه أثر لبقع دم. بقع من الدم وحمض نووي بشري تم العثور عليه من قبل فريق الطب الشرعي، ولكنهم أبطال متهورون كثيرا حتى يمكن تتبعهم في أي فترة من الزمن. نفس الكنيسة الكاثوليكية لم تتعرف أبدا بشكل رسمي على الكفن رغم عرضه على كاتدرائية تورينو، ومن المحتمل أنهم لم يقوموا بذلك لأنهم يعلمون أنه عبارة عن مخلوق مزيف منذ حوالي 730 عاما. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.